في مخيم ليس كباقي المخيمات. ولقد كرمنا وعظيم امتناني الى كل من ساهم في نجاح مشاريع الجمعيه وبالاخص هذا الحدث مخيم افتقار. صراط الله المستقيم وحبله المتين لن يضل من تمسك به سعاده في الدنيا وفرج. وادب كان رجلا تجلت فيه صفات الرجل المسلم نخوه ووقارا هدوء. نلتقي في جمعية ضحى الخيرية بمدرسة القرآنية عاش المؤمنين في الحفل الختامي بالقرآن. نلتقي للطبعة الأولى تحت فضيلة الشيخ العلامة رحمة الله عليه طاهر آيت عجلت. الطبعة الأولى كانت تضم حوالي 50 طالبا، منهم الذكور ومنهم الإناث، على أن اكتمل 21 يوم واكتملت الفرحة واكتمل الحفظ واكتملت التتويج كذلك بثلاث حافظات للقرآن الكريم.